بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هشرح اول بروجرام عمل لما جيت اتعلم لغة البايثون. ده بروجرام بسيط 4 سطور بس كتطبيق عملي على حاجة اسمها السترينج كونكاتينيشن. تمام، هعمل رن عشان تشوفوا شكل الرن عامل ازاي. ده بروجرام اسمه باند نيم جنريتور. هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيقول لك انت بتكتب له اسم المدينة اللي انت اتربيت فيها واسم حيوان أليف، وهو يعمل لك كونكاتينيشن ما بين الاسمين فيطلع لك حاجة اسمها باند نيم. فهو هنا مثلا بيقول لي ايه which city did you grow up in، فانا اقول له مثلا كايرو. بعد كده بعاوز مني اسم البيت فاقول له مثلا كات، فهو هيطلع لي اللي هو الباند نيم could be كايرو كات. يعني عمل كونكاتينيشن ما بين التو سترينجز دول. وده الكود. اول حاجه بطبع لليوزر رساله ببرنت بيرحب بيه يعني. بعد كده بعمل تو سترينجز، واحد للسيتي واحد للبيت. بيظهر رساله لليوزر بتقول له دخل اسم السيتي، فهو بيدخلها في انبوت بتخزن في فاريبل اسمه سيتي نوعه سترينج. نفس الكلام هنا، بيسال اليوزر يدخل اسم البيت فبيدخله في انبوت بتتخزن في فاريبل اسمه بيت، ده نوع سترينج بقى. بعد كده بعمل برنت للباند نيم، ده عبارة عن كونكاتينيشن ما بين السيتي والبيت. بعمل له كونكاتينيشن ازاي؟ بحط علامة البلس، البلس قبلها وبعديها، وبحط بينهم مسافة بحيث يطلع اسم المدينة مسافة اسم الحيوان. بس كده يعني، ده بروجرام بسيط وده أول بروجرام عملته لما جيت أتعلم لغة البايثون كتطبيق على السترينج كونكاتينيشن، يمكن يفيد حد. وحابب أختم الفيديو الصغير بالكود ده: If you can't do great things do small things in a great way. يعني ايه؟ يعني لو مش عارف تعمل حاجة كبيرة اعمل حاجات صغيرة بس بطريقة كبيرة، كأنك عملت حاجات صغيرة بس بطريقة حلوة. فاهم؟ وبس كده، شكرا.